أقول من جد عمرك؟ سجى، عمري كيف هالساتين عمرك؟ وعشرين اوكي. 26، أنا عمري 13 سنة. كنت معرف عمي بطلنا من الدراسة وإحنا صغار، تقدم لي شخص من المنطقة مالتنا. عني شخص ما أعرفه بس يعني أهلي يعرفونه. صارت خطوبة بيناتنا سنة كاملة خطوبة، ورا سنة عمام أبويا اتدخلوا بهاي السالفة، فسخوا الخطوبة بيناتنا، والولد كان يعني رايدني وأنا أريده، وحب صار بيناتنا. ورا هاي السالفة إجاني ابن عمتي شوية أعمى ما يشوف، يعني عيني يشوف بيها وعيني ما يشوف بيها، اسمها نادية. أبويا وماما جبروني عليه، وهذا تندم وهذا الكلام الحكوا لي. سنادين أنا تزوجت صح، وظليت أنا وياه 3 سنوات، بس سنادين كنت شافعة وياه من ضرب غلط. هو يعني من يضرب حتى ما يبدأ يشوف، ما يشوف يضرب، ما أدري شلون. عمي شامس نادين، أقول له أنا ما أريدك، أنا ما أحبك، أنا ليش علقتوني بالسان اللي علاقتي وياه سنة كاملة وخطوبة بيناتنا حتى مو علاقة حب، وبعدين فسختوها والله جبرتوني على هذا الإنسان. ما مسيت نادين، صارت مشاكل وصارت بها أكتم نفسي وما قبل أهلي. قالوا لا ممنوع، وما تطلقين، وشنو تطلقين وانتي صغيرة؟ قلت لهم أنا صغيرة، زوجوني هيك وظلموني، ما قبلوا يطلقوني. طب ست الكل نادين كم توفى، عمرك هسه؟ حساني عمري 22. 22، وهذا الحكي من كان عمرك 13 بلشتينا بيه صح؟ اي ست نادين كملتش، انا بقيت ويا هاي الانسان، بقيت وياه 3 سنين ونص اللي تزوجته. بس 3 سنين اني شنو، شهر يمه 4 اشهر 5 ايام اهلي، انه هو ما يصير عنده جهال. وثاني ان شاء الله الولد يعني ما يشوف. سؤال حبيبتي بس لحظة على مود جواب ترسل. هذا اللي زوجتيه اللي ما يشوف، ايش قد كان عمرك متزوجتي؟ كان عمري 13 سنة. شيخة ايش قد عمرك وحابة قبل واحد تشتي رايته؟ أنا ما حبيته، أنا أهلي خطبوني، يعني صارت خطوبة بيناتنا لا قلتي خطوبة سنك. قلت ها إيه كنت أنا صغيرة، ايش قد عمرك؟ هو أنا من يمكن كان 12، صارت خطوبة سنة كاملة. أنا تعلقت بيه، شو تعلقتي عمرك 12 سنة مجموعة وين ست شوي نادين تعلق؟ ست نادين سمعيني، أنا شخص يعني أنا كنت ما أعرفه ولا يعرفني، من صارت خطوبة بيناتنا ووصلت للزواج بيناتنا سنة كاملة.